بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا مستمعينا الافاضل اينما كنتم، نحييكم ونجدد بكم الترحيب والتحيه مع هذه الانطلاقات المتواصله والمتميزه، شوط يليه الاخر من انطلاقات الخير والبركه ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، مع انطلاقة شوطنا الرابع المخصص للقعدان. الثنايا والمسافة هي 6 كيلومترات، نسير وإياكم مع هذه الانطلاقة المميزة الخاصة بهذه الفئة المميزة، فئة القعدان. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول لكي يتابع عالي على المركز الأول، سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري يقدم لنا انطلاقة عالي على الصدارة، بينما المركز الثاني يتابع نسناس على المركز الثاني، محمد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة المري يقدم لنا انطلاقة نسناس. المركز الثالث شاهين راشد بن صالح بن سالم أبو الزمات المري، راشد بن صالح بن سالم أبو الزمات المري يقدم لنا انطلاقة شاهين مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع شاهين أيضا بشعار سعد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد يقدم لنا انطلاقة شاهين مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. المركز الخامس ثمين مع المركز الخامس، طالب بن مسلب والطالب بن عقيل النابت يقدم لنا انطلاقة ثمين مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع للمراكز الخمس المتقدمة المتميزة مع انطلاق ومسار هذا الشوط، لكن الصدارة والقيادة والمركز الأول أتابع عالي على الصدارة على البداية الأولى بشعار بن مسعود الشاعر من يقدم لنا انطلاقة عالية. سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري يقدم لنا انطلاقة عالي، بينما المركز الثاني يصل انطلاق بن جهويل في هذه اللحظات يقدم لنا انطلاقة شعارة مع المركز الثاني. شاهين سعد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد يقدم لنا انطلاقة شاهين. المركز الثالث شاهين راشد بن صالح بن سالم بن الزمات المري مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات شاهين، أتابع المركز الرابع انطلاقة نسناس محمد بن سالم بن محمد بن علي بالدوحة المري يقدم لنا انطلاقة نسناس مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، أرى اللي وصلوا مع المركز الخامس، أرى شاهين حمد بن صالح بن حمد الغفراني يقدم لنا انطلاقة شاهين مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس المتقدمة والمتميزة مع انطلاق ومسار هذا الشوط، لكن ياهي شعارات ياهي أسماء مميزة ما خلف المراكز الخمس المتقدمة. بنعود للصدارة مع انتصاف المسافة، قطعنا 3 كيلومترات وما تبقى كذلك عن الفوز وعن الانتصار وعن النقطة الغالية في هذا المهرجان الغالي. أتابع عالي على الصدارة، عالي على البداية وانطلاقة بن مسعود سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري مع انطلاقة عالي على الصدارة، بينما المركز الثاني يتابع شاهين مع المركز الثاني. سعد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد يقدم لنا انطلاقة شاهين. المركز الثالث
المركز الثالث يصل بالزمات، يقدم لنا انطلاقة شاهين راشد بن صالح بن سالم بالزمات المري مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل الخاطر، يقدم لنا انطلاقة شاهين أيضا مع المركز الرابع، يقدم لنا شاهين أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. والمركز الخامس يا مرحبا بمطالب اللي وصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس، علي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير المري، يقدم لنا انطلاقة مطالب مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع للمراكز الخمس المتميزة مع انطلاق ومسار هذا الشوط. لكن الشاعر وين يا اخواني؟ الشاعر على الصدارة، على البداية الاولى بثقة العمالقة حتى هذه اللحظات، يقرد مع انطلاقة البداية، يقدم لنا عالية بهذا هذا المستوى العالي حتى هذه اللحظات. وانطلاقة شعار سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، ركز يا بن مسعود والتركيز مطلوب. وتابع المركز الثاني، يصل بن جهويل، يقدم لنا شاهين سعد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث وصلوا اهل الطرايف في هذه اللحظات، وصل مطالب يا اخوان مع المركز الثالث، وشعار علي بن راشد بن عبد الهادي بن شير المري، يقدم لنا مطالب مع المركز الثالث. المركز الرابع أرى انطلاقة بوصالح، من يقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز الرابع، يقدم لنا شاهين راشد بوصالح بسالم أبو الزمات. والمركز الخامس الخاطر مع انطلاقة شاهين أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات من غير الأمور. انتقل للصدارة للمركز الأول مع اقترابنا من الكيلومتر الأخير، والكيلومتر الأخير يا أخواني ما تبقى على الفوز على الانتصار. راشد بن صالح او انطلاقة سعد بن محمد بن سالم بن جهويل، من يقدم لنا انطلاقة شاهين على الصدارة على المركز الاول. مطالب يطالب بالانتصار بشعار بن نشير مع المركز الثاني، علي بن راشد بن عبد الهادي بن شير بن جهويل بن نشير، وجها لوجه في اللحظات الأخيرة. لكن مطالب لا يطالب إلا بالانتصار، لا يطالب إلا بالرقم واحد على الصدارة على البداية. وانطلاقة شعار بن نشير، علي بن راشد بن نشير المرية، يقدم لنا مطالب كما قدم لنا حلوة، كما قدم لنا حفلان، كما قدم لنا العديد والعديد من الأسماء العملاقة. السلام وين؟ إلى ميدان الرموز، إلى ميدان السيح. سلام يا المملكة، سلام تحية واحترام لعلي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير المري على فوز. وانطلاقة مطالب بالمركز الأول. المركز الثاني سعد بن محمد بن جهويل بن سعد مع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين مع المركز الثالث، حمد بن صالح بن حمد الغفراني. والمركز الرابع طايش لمنصور بن محمد بن سهيل بن راشد الحميري. والمركز الخامس شاهين أحمد بن محمد بن فهد الخاطر مع المركز الخامس.